العودة في ملعب حمد العويني بالقيروان في هذا الشوط الثاني من مباراة الشبيبة والنجم الرياضي الساحلي. تحية لكل مشاهدي ومتابعي القناة الوطنية الأولى داخل وخارج الوطن. شوط أول منتصر فيه ومتقدم فيه للضيوف النجم الرياضي الساحلي بثنائية فراس بالعربي دقيقة 37 وماهر الحناشي في دقيقة 43. شوط أول عرف كيفاش يستغل فيها النجم الرياضي الساحلي أخطاء المنافس. نذكر هي مباراة أخيرة من الجولة 14 لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم وتغيير أول منتظر في تشكيلة الشبيبة القيروانية. ياسين الصالحي سيكون الورقة البديلة الأولى للمدرب خالد المولهي. نذكر بالزوز تشكيلات لطوال البديري في المرمى معه وجدي كشريدة عمار الجمل زياد بغطاس صدام بن عزيزة كريم العواضي محمد أمين بن عمر ماهر الحناشي هاب المساكني فراس بن عربي وكريم العريبي. والشبيبة القيروانية علي الفريوي رامي بوشنيبة على دحنوس سليم باشا جينيور توماس محمد المطيري الكالي تراوري أسامة الرمضاني محمد العويشي مصعب ساسي ولامين سيلا. التغيير خروج علاء بن دحنوس قائد الفريق الظهير الأيسر في تشكيلة الشبيبة القيروانية ودخول ياسين الصالحي أول التغييرات بالنسبة للمدرب خالد المولهي. وانطلاقة الشوط الثاني في اللحظة هذه بالذات بكرة أولى للنجم الرياضي الساحلي لطوال اللي كمل الشوط الأول كما يجب متقدم في النتيجة وفي الأداء. ما شفناش برشا الشبيبة القيروانية في الحقيقة خاصة في الكرات المرتدة والهجومات المعاكسة اللي يستغل فيها واللي يستعمل فيها الشبيبة في شوط أول. ترجع الكرة من رامي بوشنيبة يرجع للكرة سليم باشا يخرجها في مناطق النجم الرياضي الساحلي موجود قبل هذا الحكم نعيم حسني اللي يساعده كل من وليد الحراق وهيكل الضاوي وحكم رابع اليوم وليد المنصري. يراقب المباراة رشيد الباروني وترجع الكرة لماهر الحناشي إلى محمد أمين بن عمر مقطوعة الكرة من الكالي. الكالي يلعب الكرة دائما لصالح الشبيبة القيروانية في اتجاه مصعب ساسي. مصعب ساسي يرجع الكرة مصعب ساسي ترجع لماهر الحناشي يمشي الحناشي كرة لإيهاب المساكني. إيهاب المساكني كرته قصيرة يمشي ياسين الصالحي يضغط عمار الجمل قبل ما تخرج الكرة دائما للشبيبة القيروانية من بوشنيبة. توزيع في منطقة الجزاء والعودة من محمد أمين بن عمر والركنية. الركنية للشبيبة القيروانية يضغط مع انطلاقة هذا الشوط الثاني لتذليل الفارق. أكيد هدف من جانب الشبيبة ممكن يخلي المباراة أكثر ممكن تشويق بين الزوز فرق. 2-0 إلى حد الآن النجم متقدم نتيجة مريحة والشبيبة تحاول الوصول للمرمى. التوزيع ضايع الكرة ضايع الكرة من ياسين الصالحي ضايع الكرة من ياسين الصالحي كانت ركنية تتجاوز الجميع. هذه الإعادة ياسين الصالحي أمام المرمى أمام الحارس علي الفريوي تصويبة على الطاير بداخل الرجل ولكن فوق مرمى مكرم البديري. أول الفرص قيروانية مع بداية الفترة الأولى في 47 دقيقة لعب من المباراة يذيع ياسين الصالحي هدف كان محقق وتعود الكرة. هذه الرأسية والتماس التماس يعود للنجم الرياضي الساحلي. الفرق بين ملاعبية الإتوال وملاعبية الجي اس كا أن ملاعبية الإتوال يستغلوا الأخطاء اللي وقع فيها دفاع الشبيبة القيروانية ولكن في المقابل الشبيبة لا تستغل الهجومات المعاكسة ولا الأخطاء على مستوى التمركز. هذه كرة ترجع لمكرم البديري يخرج كرة كيف ما جات يمشي هب المساكني ممتاز يرجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي إلى زياد بوغتاس طويلة كرة بوغتاس يمشي خالد المولي يرجع الكرة بسرعة دائما للشبيبة القيروانية. أسامة الرمضاني ليصبح في خطة ظهير أيسر بعد خروج على بن دحنوس ودخول ياسين الصالحي يمشي الكرة لعمار جمل عمار يتقدم عمار جمل طويلة في اتجاه كريم العريبي قبله موجود الكامروني جينيور توماس. يعود اللعب وترجع الكرة للنجم الرياضي الساحلي. مباراة الذهاب نذكر في ملعب سوسة 3-0 للنجم الرياضي الساحلي حاضر فيها وقتها المدرب شهاب الليلي مع النجم وحبيب رمضان مع جي اس كا. اليوم تتغير المعطيات ومباراة تصبح بين خالد المولهي
رجال مير وتعود الكرة في وسط الميدان. كريم العواضي، عواضي للماهر الحناشي، حناشي عنده الكرة. محمد أمين بن عمر يتقدم، بن عمر يعدي الكرة لوجدي كشريدة، كشريدة يوزع الكرة والرأسية، الرأسية في الوقت المناسب وكرة إلى الركنية. تدخل كان ممتاز من محمد المتيري، وهذه الإعادة مرة أخرى. توزيعة كان ينتظر يهب المساكني، ولكن الكرة موجودة قبله. محمد المتيري يحطها في الركنية، ركنية أولى للنجم الرياضي الساحلي في هذا الشوط الثاني. فراس بالعربي صاحب الهدف الأول في التنفيذ، فراس بالعربي يرفع الكرة في القائم الأول، تعود من الدفاع من ركنية إلى تماس، والامتلاك دائما الأحمر والأبيض للنجم الرياضي الساحلي. كرة تعود للنجم الرياضي الساحلي، شكون باش يلعب التماس؟ يجي وجدي كشريدة الظهير الأيمن باش يلعب كرة التماس. مع 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، يعني 50 دقيقة لعب في المباراة، دائما التقدم للنجم الرياضي الساحلي بثنائية فراس بالعربي وماهر الحناشي. تعود الكرة لماهر الحناشي، حناشي، حناشي خرج في اتجاه وجدي كشريدة، ولكن أسبق إلى 6 أمتار. يعود الامتلاك للشبيبة القيروانية للحارس علي الفريوي، ليصبح قائد الفريق علي الفريوي بعد خروج القائد علي بن دحنوس. شوط أول قام فيه بخطأ، كلف النجم الشبيبة القيروانية هدف أول في المباراة. ممكن خرج شوية من التركيز نتاعو علي بن دحنوس، خلى المدرب يغيره، يحط أسامة الرمضاني على الجهة اليسرى ويدخل لاعب كمهاجم ياسين الصالحي. ترجع الكرة دائما للشبيبة القيروانية، الكالي تراوري يبدل لأليو سيسي، أليو سيلا، أليو سيلا يرجع الكرة. محمد أمين بن عمر يهب المساكني، المساكني سريع، المساكني قبل رامي بوشنيبة، بوشنيبة يرجع الكرة لتوماس جينيور. دائما كرة للشبيبة القيروانية مقطوعة للنجم، يهب المساكني، المساكني شو يعمل بالكرة؟ محمد امين بن عمر يخرج له وجدي كشريده في الرواق الايمن، مازال محافظ على الكره محمد امين بن عمر، يرجع الى زياد بوغطاس، بوغطاس العوده لحارس المرمى مكرم البديري، البديري كره بدوره يرجعها لبوغطاس. كالعاده النسق بطيء مع بدايه المباراه، ممكن كل فريق يستغل الاخطاء، يستغل الكرات، والمطالبه هنا بانه التماس كل الشبيبه، ولكن المساعد الثاني هيكل الضوي يقول تعود الكرة للنجم الرياضي الساحلي من وجدي كشريدة إلى الحناشي، مقطوعة كرة الحناشي، يمشي يرجع وجدي كشريدة يا أخوها للنجم الرياضي الساحلي. محمد أمين بن عمر إلى كريم العريبي، الضغط من محمد العويشي، يفتك الكرة ياسين الصالحي، يضيعها الصالحي وترجع الكرة بهجمة جديدة وامتلاك جديد للنجم الرياضي الساحلي. عمر جمل، جمل، جمل مازال محافظ على الكرة، يمشي يخرج له فراس بالعربي، ما تعداش الكرة وتعود للشبيبة القيروانية طويلة في اتجاه لامين سيلا، ولكن الكرة تعود في دفاع الشبيبة، يضيعها سليم باشا ويرجع الامتلاك للشبيبة القيروانية. يقول الحكم نعيم حسني طويلة الكرة مقطوعة من عمار الجمال مرة أخرى. محمد أمين بن عمر العودة في الدفاع، والكرة تعود بتماس للشبيبة القيروانية. المرة هذه ما كانش إلا التركيز في الكرة الأخيرة طويلة إلى ياسين الصالحي، يعمل كنترول بالزر يتيح ياسين الصالحي والمخالفة، ضربة المخالفة للشبيبة القيروانية، التدخل من صدام بن عزيزة وضربة المخالفة. هذه الإعادة مرة أخرى، صدام بن عزيزة مع ياسين الصالحي والمخالفة تعود قيروانية، مخالفة على يسار الحارس مكرم البديري، يمشي مصعب ساسي على التنفيذ، مصعب ساسي لتوزيع الكرة وملاعبية الشبيبة الكل في المناطق الساحلية في مناطق النجم الرياضي الساحلي. توزيع الكرة من مصعب ساسي والحارس ممتاز، الحارس مكرم البديري ممتاز، البديري يخرج الكرة للركنية، مباغتة الكرة هذه الإعادة، مصعب ساسي كرته تمر فوق الجميع، والحارس مكرم البديري في اللحظة المناسبة يتدخل ويحط الكرة في الركنية، الركنية للشبيبة القيروانية، تتنفذ كرة في القائمة الثانية والرأسية فوق المرمى، الرأسية فوق المرمى من جينيور توماس، تعود الكرة
أو من لامين سيلا، حاول القميص رقم 25 المهاجم الإيفواري في تشكيلة الشبيبة القيروانية. أمامكم على الصورة المنتدب حديثا لامين سيلا وكرة الستة أمتار من الحارس مكرم البديري، يرفع الكرة مكرم البديري فوق الجميع في وسط الميدان، يمشي كريم العريبي ما يخوهاش العريبي، رامي بوشنيبة ياخذ الكرة بوشنيبة لياسين الصالحي، محمد العويشي كرة لامين سيلا، يمشي يتعدى لامين سيلا، يتيح صدام بن عزيزة، مازالت الكرة لليفواري، توزيعها في منطقة الجزاء والركنية، الركنية مرة أخرى، وشوط ثاني أفضل من ناحية المستوى والمردود خاصة في الخمسة دقائق الأخيرة. 55 دقيقة لعب في المباراة، 2-0 للنجم الرياضي الساحلي. هذه الإعادة والتوزيعة في منطقة الجزاء، يخلط على الكرة الكالي تراوري، يوزع كرة الكالي تراوري في اتجاه الحارس، في اتجاه الحارس مكرم البديري، ويربح النجم الرياضي الساحلي الكرة. محاولات أخيرة من الشبيبة القيروانية، هذه الإعادة بن صدام بن عزيزة وأيضا لامين سيلا، والتدخل الأخير يتيح على أثره المدافع صدام بن عزيزة. استفاقة جمهور الشبيبة القيروانية أمامكم على الصورة، ولو أنه استنسنا بجمهور الشبيبة في الجهة المقابلة تماما لمنصة التعليق، ولكن اليوم فتح الفيراج وراء مرمى الحارس مكرم البديري، جمهور الشبيبة موجود في الفيراج اليوم عوضا عن البيلوز، والتشجيعات متواصلة منذ البداية، جمهور اللي أكيد يحب جمعيته واللي يعشق الجياسكا، جياسكا الولادة اللي جابت عديد اللاعبين والأسماء اللي استفادت منها عديد الأندية في تونس، بجيل حاليا ممكن بعيد نوعا ما على النتائج الإيجابية، ولكن القيروان قادرة أنها تنجب من جديد، مراد العقبي جديد، خالد بدر جديد، زهير الذوادي، ايضا الزقاو الله يرحمه، عديد اللاعبين اللي تعداوا من هذا الملعب ومن الشبيبه القيروانيه. تعود الكره حاليا للنجم الرياضي الساحلي لمكرم البديري، يقوم سلامات مدافع الاتوال صدام بن عزيزه، طويل الكره ماهر الحناشي، يعمل الكنترول ممتاز الحناشي في كره اخيره، يلعب كره ولكن تتجاوز الخط النهائي للميدان، والتماس يعود للشبيبه القيروانيه بسرعة الكرة إلى مصعب ساسي، ما يحكمش إلا ترويض مصعب ساسي، كرة ثانية في الميدان، ما المفروض أن الحكم يأمر بإخراج الكرة وإيقاف اللعب، وترجع الكرة طويلة في مناطق النجم الرياضي الساحلي للحارس مكرم البديري. يمشي مكرم البديري باش يرجع الكرة، الحارس السابق للاتحاد المنستيري، مكرم البديري حاضر في التشكيلة الأساسية في المباريات الأخيرة، خاصة بعد المنافسة الكبيرة اللي كانت بينه وبين أشرف كرير، ولكن كرير خارج القائمة، موجود وليد كريدان كحارس ثاني في النجم الرياضي الساحلي، ومكرم البديري يواصل التواجد في التشكيلة الأساسية. تعود الكرة لرامي بوشنيبة، تويلا كورتو إلى ياسين الصالحي، ياسين الصالحي يربح الركنية، يربح الركنية بعد ما تضرب الكرة في عمار جمل وتغادر الميدان بضربة ركنية، يحاول يلعب بسرعة ياسين الصالحي، لا يخير الانتظار، يخلي الكرة إلى مصعب ساسي، كرة ثابتة جديدة للشبيبة القيروانية، يرفع الكرة في القائم الأول، تعود لألكالي بالراس، ألكالي يخرجها صدام بن عزيزة ويرجع الامتلاك للنجم الرياضي الساحلي، بالراس ترجع مرة أخرى دائما للشبيبة القيروانية، ياسين الصالحي، صالحي مصعب ساسي ياخذ الكرة في الرواق الأيمن، مصعب ساسي مع زوز ملاعبية يربح الركنية مرة أخرى، ركنية جديدة للشبيبة القيروانية، تعددت الكرات الثابتة لجياسكا، ولكن إلى حد الآن ما ثماش ممكن التنفيذ المحكم أو الاستغلال كما يجب، كرة لياسين الصالحي يوزع الكرة وترجع من المساكني، ترجع الكرة الأخيرة من إيهاب المساكني في منطقة الجزاء، يعود الامتلاك للشبيبة. التماس من رامي بوشنيبة، باش يلعب تماس طويل رامي بوشنيبة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، طويل الكرة يمشي بالراس المدافع أو المهاجم سيلا لامين سيلا، وترجع الكرة من جديد
أمامكم على الصورة هذا المدافع جونيور توماس. جونيور توماس هو اللي يلعب الكرة الأخيرة، ترجع من جديد للنجم الرياضي الساحلي ليتوال، اللي كل ما جات الكرة عند الشبيبة القيروانية يمشي ويضغط ملاعبيته بزوز وثلاثة ملاعبية. الشبيبة القيروانية اللي قاعدة تعتمد على الكرات الثابتة والمخالفات والتقدم أكثر لمناطق النجم الرياضي الساحلي، ما عاد عنده ما يخسر توا. مدرب خالد المولهي يلعب الطريقة الهجومية للشبيبة القيروانية من أجل العودة على الأقل بهدف أول، ولكن أيضا النجم الرياضي الساحلي بذكاء كبير قاعد يمشي ويجري في النسق نتاع الشبيبة القيروانية. باش ترجع الكرة بمخالفة لزياد بوغتاس، يمشي بوغتاس في 60 دقيقة لعب في المباراة، نصف ساعة على النهاية، نصف ساعة من خلالها هل يقدر الشبيبة على التسجيل ولا الأهداف أم أنه للنجم الرياضي الساحلي رأي آخر على أنه الإتوال أيضا ينجم يوصل للهدف الثالث اللي يقتل بها المباراة نهائيا. هذه الكرة والمخالفة، مخالفة للاعب النجم الرياضي الساحلي على أرضية الميدان كريم العواضي. كريم العواضي موجود في التشكيلة الأساسية. هذه الإعادة مرة أخرى والمخالفة، استنسلاب العواضي ومالك بعيو في وسط الميدان، اللاعب الشاب موجود على المقعد البدلاء، واليوم العواضي ومحمد أمين بن عمر. والكرة ستعود بضربة مخالفة من إيهاب المساكني. إيهاب المساكني في كرة المخالفة، الحارس علي الفريوي ينبع ملاعبيته بالتركيز خاصة في منطقة الجزاء، كل خطأ بحسابه، كل كرة بحسابها. كرة لكريم العريبي، ما يخوهاش العريبي، إلى حد الآن ما شفناهوش برشا العريبي في المباراة. والكرة لماهر الحناشي بالرأس، من ماهر الحناشي إلى الحارس مكرم البديري. يا اخو وقته مكرم البديري مع ضغط ياسين الصالحي. البديري باش يرجع الكره. 2-0 الى حد الليل للنجم الرياضي الساحلي في راس بالعربي. 37 دقيقه لعب. ماهر الحناشي في 43 دقيقه سجل الهدف الثاني وخلى الشوط الاول بثنائيه نفس النتيجه الى حد الان، مع فرص ممكن وافضليه للشبيبه من ناحيه الفرص اللي ضيع من ياسين الصالحي الى الامين سيلا. فرص موجودة في هذا الشوط الثاني ولكن التجسيم غائب. ترجع الكرة عمار جمال، جمال في منطقة الجزاء يوزع الكرة للنجم الرياضي الساحلي، تصويبة والتدخل، التدخل في الوقت المناسب أمام ماهر الحناشي اللي كاد باش يثلث النتيجة. خطأ في دفاع الشبيبة كاد يستغله مرة أخرى ملاعبية النجم الرياضي الساحلي. ترجع الكرة من صدام إلى مكرم البديري، مقطوع الكرة من الكالي تراوري. الكالي تراوري مازال محافظ على الكرة، رامي بوشنيبة كيف ما جات الكرة يرجع تراوري، يخلي الكرة لمحمد المطيري ولكن قبلها ثم رفع ساق وضربة المخالفة. هذه الإعادة للقطة الأخيرة والكرة والتصويبة والتدخل الممتاز كان من أسامة الرمضاني. تعود الكرة بمخالفة غير مباشرة للشبيبة القيروانية. التنفيذ سليم باشا، سليم باشا في لعب المخالفة، ولاعبية الشبيبة في الانتظار في مناطق النجم الرياضي الساحلي. يرفع الكرة لمصعب ساسي، مصعب ساسي يمشي التدخل من وجدي كشريدة والركنية. وجدي كشريدة يحط الكرة في الركنية، أمامكم على الصورة رقم 6 وجدي كشريدة والركنية من تنفيذ مصعب ساسي. مصعب ساسي يرفع الكرة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، التصويبة بجانب المرمى، بجانب المرمى التصويبة الأخيرة من سليم باشا. تصويبة كانت ممتازة ولكن تنقصها الدقة. هذه الإعادة ركنية ولا لاعب من جانب الشبيبة موجود، ولكن تصويبة على الطاير من سليم باشا كاد يسجل الهدف الأول في المباراة. تعود الكرة لمكرم البديري، مكرم البديري في لعب الكرة الستة أمتار، يرفع كرة عالية على استقبال لمن؟ في راس العربي مع الكالي تراوري، طول قامة الكالي خليه هو المتفوق في الكرة الأخيرة. أرجع رامي بوشنيبة، محمد المطيري، المطيري لياسين الصالحي، ياسين الصالحي، صالحي بين زوز ملاعبية ما ينجم يعمل حتى شيء. كرة لكريم العريبي، العريبي، العريبي لا يعبر في يعمل كنترول ولا يهرب بالكرة. كريم العريبي لحد الآن شفنا هذا اللاعب يعني هو المناوشة، هو المناوشة هنا
والتدخل والحكم نعيم حسني يمشي على اللقطة الأخيرة بين كريم العريبي ورامي بوشنيبة المساعدة، لأنه كان ينظر لليسار لأنه كان يتابع. ننتظر القرار، ممكن يكون ثم قرار إداري في لقطة أخيرة تشنجت فيها الأعصاب، توترت نوعا ما واختلطت الأمور. ننتظر قرار الحكم نعيم حسني، ينادي نعيم حسني هذا الإنذار لسليم باشا والإنذار لكريم العريبي، إنذار وإنذار بعد اللقطة الأخيرة بين الجزائري وسليم باشا. إن شاء الله الأمور ما تخرجش على إطارها بين لاعبي الشبيبة والنجم الرياضي الساحلي. الكرة في توقيت 65 دقيقة لعب، تعود بتماس للشبيبة القيروانية، التماس والتنفيذ من رامي بوشنيبة كالعادة، يلعب كرة إلى سليم باشا، طويلة كرة سليم باشا في منطقة الجزاء، سيلا يصوب الكرة في دينا الحارس، يصوب الكرة لمين سيلا، ولكن التدخل من مكرم البديري، لاعبي النجم كانوا يستناو الراية والظن أنه كان ثم تسلل ولكن غير موجودة الراية والكرة كانت سليمة، كاد من خلالها يستغل من سلا، ترجع الكرة مصعب ساسي يرجعها وجدي كشريدة إلى حارس مرماه، يمشي لمين سلا يضغط على مكرم البديري، يرجع الكرة في وسط الميدان رامي بوشنيبة إلى الكالي تراوري، الكرة مقطوعة ويرجع ماهر الحناشي في الرواق الأيمن، ماهر الحناشي حناشي يرجع الكرة للخلف كريم العواذي، عواذي لمحمد أمين بن عمر، بن عمر إلى زياد بوغطاس، بوغطاس وجدي كشريدة، كشريدة يرجع الكرة وجدي كشريدة، كريم العريبي بالرأس يمشي المرة هذه جينيور توماس، جينيور توماس يرجع الكرة عكري تراوري، طويلة الكرة لياسين الصالحي، يخرج مكرم البديري في خطة ليبيرو بالرأس يرجع الكرة ولكن قبله موجودة الراية. تمشي كرة دائما للنجم الرياضي الساحلي في راس بالعربي، في راس بالعربي مازال محافظ على الكرة، النجم يضغط في مناطق الشبيبة القيروانية، كريم العواذي إلى كريم العريبي، العريبي للمرة أخرى ترجع الكرة محمد أمين بن عمر، بن عمر العودة لمحور الدفاع زياد بوغطاس إلى صدام بن عزيزة، كريم العواذي مرة أخرى إلى محمد أمين بن عمر، بن عمر بن عمر عنده الكرة حاليا، والتغيير أول منتظر في تشكيلة النجم، قاعد نشوف في مالك بايو يقوم بالحركات الأحمائية، تغيير أول لروجيل مير باش يكون في وسط الميدان، ترجع الكرة للدفاع إلى صدام بن عزيزة، عمار الجمل في راس بالعربي، بالعربي يحاول يتعدى بين زوز ملاعبية، يخول رامي بوشنيبة الكرة ويربح المخالفة، يربح المخالفة والإنذار. الانذار لفراس بالعربي، ثاني الانذارات للنجم الرياضي الساحلي، والتغيير مكان من مالك باعيو حامل القميص رقم 20، مالك باعيو مكان فراس بالعربي، فراس بالعربي هو اللي غادر صاحب الهدف الاول، فراس بالعربي في 37 دقيقه لعب كان سجل الهدف اللي خلى النجم الرياضي الساحلي تسهل عليه اكثر المباراه وسجل بعدها هدف ثاني. يدخل مالك باعيو منطقة وسط الميدان اللي حاب يتحكم فيها أكثر رجيل مير مع تواجد محمد أمين بن عمر، كريم العواذي ونزيدوهم مالك باعيو، وضربة المخالفة حاليا للشبيبة القيروانية كالعادة، التنفيذ من سليم باشا في يلعب كرة طويلة في مناطق النجم الرياضي الساحلي، يمشي كريم العريبي بالرأس يحط الكرة في التماس، تماس للشبيبة القيروانية، يلعب مصعب ساسي الكرة بسرعة، دائما الكرة للشبيبة لكن مقطوعة من ماهر الحناشي إلى محمد أمين بن عمر، بن عمر يخرج الكرة إلى كريم العريبي، العريبي العريبي عنده الكرة يدخل منطقة الجزاء، كريم العريبي يسقط ولكن غير موجودة المخالفة، يتواصل اللعب وترجع الكرة والهجمة للشبيبة القيروانية من لامين سيلا، مخطئ كورتو لامين سيلا كان يبحث على مصعب ساسي ولكن كورتو أسبق لحارس المرمى، هذه الإعادة للقطة اللي حاول من خلالها كريم العريبي البحث عن المخالفة أكثر من لعب الكرة تقريبا، وكرة تعود من زياد بوغطاس طويلة في محور الدفاع
باشا يرجع الكرة مقطوعة من المساكني، يرجع سليم باشا طويلة كرة سليم باشا إلى الصالحي، صالحي في منطقة الجزاء، ضاعت الكرة، ضاعت الكرة والامتياز لمكرم البديري، مكرم البديري يفسخ هدف كان محقق للشبيبة القيروانية، هدف كان محقق هذه الإعادة، تصويبة من لامين السلا موجود مكرم البديري يفسخ هدف كان محقق ويرجع دائما المباراة لنتيجة 2-0 والتعويض حاليا التغيير في تشكيلة الشبيبة، يخرج محمد العويشي ويدخل حمزة المسعدي المهاجم الرحالة، حمزة المسعدي تترفع الكرة بالرأس بجانب المرمى، بجانب المرمى رأسية رامي بوشنيبة، هذه الإعادة مرة أخرى والرأسية بعيدة على مرمى مكرم البديري اللي كان فسخ هدف منذ قليل بعد تصويبة لامين سيلا. لامين سيلا كاد يسجل الهدف الأول، 70 دقيقة لعب في المباراة، 20 دقيقة على النهاية، دائما التقدم والأفضلية والسبقية للنجم الرياضي الساحلي. شبيبة في هذا الشوط الثاني أفضل من ناحية الفرص والأداء الفني، والكرة مقطوعة إلى مصعب ساسي طويلة لياسين الصالحي في منطقة الجزاء، أطول من اللازم، أطول من ياسين الصالحي، وين موجود الحارس مكرم البديري، مكرم البديري أخو كورتو يخلي دائما النتيجة 2-0 للنجم الرياضي الساحلي. ياسين الصالحي قلق برشا دفاع النجم في هذا الشوط الثاني، والكرة ستعود بمخالفة لحارس ليتوال مكرم البديري، يحط الكرة في مكانها مكرم البديري، يعطيه الحكم إشارة للتنفيذ، يلعب كرة طويلة في مناطق الشبيبة القيروانية بالرأس، كريم العريبي يا أخوها المتيري يحاول يلعب لتوزيعة طويلة، ولكن مالك، ولكن مالك بعيو يخلط قبلها، موجودة المخالفة، مخالفة بإشارة من نعيم حسني، يرجع الكرة لوسط الميدان لجي اس كا، بيلعب كرة المخالفة سليم باشا طويلة كرة باشا في اتجاه ياسين الصالحي، صالحي قدامه مالك بعايو، قدامه بعايو يحاول يتعدى، ولكن الامتياز لمالك، الامتياز للشاب مالك بعايو، يضرب الكرة في الصالحي ويربح التماس للنجم الرياضي الساحلي، تماس للإتوال، والكرة ستعود لعمار الجمل، 9 لقاءات الأخيرة غاب عليها التعادل السلبي أو التعادل بصفة عامة، 1-1 آخر تعادل كان في سوسة أبريل 2014، تتواصل السيطرة للنجم الرياضي الساحلي في المباريات الأخيرة، الإتوال في 9 لقاءات الأخيرة ربح 8 مرات مقابل انتصار وحيد للجي اس كا في نوفمبر 2017، اليوم الإتوال متقدم هنا في ملعب العواني بالقيروان بثنائية نظيفة، الشبيبة كان بإمكانها أن تكون على الأقل مسجلة هدف أول في هذا الشوط الثاني، ولكن في كل مرة موجود الحارس مكرم البديري، نرجع الكرة من الكالي في اتجاه حمزة المسعدي، المسعدي بالرأس ترجع الكرة يهب لمساكني، لمساكني مازال محافظ على الكرة النجم الرياضي الساحلي، العودة إلى كريم العواضي، عواضي يمشي يدور بالكرة، كريم العواضي ممتاز، كريم العواضي لمالك بعيو، إلى ماهر الحناشي، يتعدى الحناشي المراوغة الجسدية في اتجاه وجدي كشريدة، للحناشي مرة أخرى، حناشي في الرواق يتيح الحناشي، الحكم يقول ضربة المخالفة، المخالفة بعد تدخل من محمد المتيري، هذه الإعادة مرة أخرى وتدخل محمد المتيري وضربة المخالفة، محمد أمين بن عمر على الكرة، والنجم الرياضي الساحلي المتقدم إلى حد الآن مازال محافظ على السباقية، وكرة المخالفة، محمد أمين بن عمر، بن عمر يرفع الكرة في منطقة الجزاء، يخرج الحارس علي الفريوي ياخذ الكرة، شبيبة القيروان يحاول يعكس الهجمة رامي بوشنيبة، ولكن تدخل كان ممتاز، تدخل ممتاز من زياد بوغطاس، يحط الكرة في التماس ويرجع الامتلاك للشبيبة القيروانية، يقوم رامي بوشنيبة، يمشي سليم باشا، هل هي تماس أو مخالفة؟ ايش يقول الحكم؟ تماس، التماس يرجع للشبيبة مع تدخل من بوغطاس، أمامكم لمير أكيد فرحان بالنتيجة إلى حد الآن،
يخمم اكثر كيفاش يحافظ على الاسبقيه وترجع الكره في محور دفاع الشبيبة القيروانية من جينيور توماس. مالك معايو يقطع الكره الى ايهاب المساكني الى معايو من جديد يحاول يتعدى مالك معايو والتماس يعود للشبيبة القيروانية. تماس للشبيبة ويمشي الحكم بالانذار لشكون الانذار؟ حكم نعيم حسني يرفع الانذار نستناه وننتظر. هل هو حمزه المصعدي اللي تحصل على الانذار؟ نعيم حسني في كوكب من اللاعبين او لمالك معايو على ما يبدو او هو لسليم باشا اللي حاول او رامي بوشنيبه اللي حاول يلعب التماس على كل لقطه اخيره كان قريب من خلالها نعيم حسني ويعطي الانذار. انذار في توقيت بالضبط 75 دقيقة لعب في المباراة ربع ساعة عن نهاية اللقاء. دائما التقدم هنا الانذار لرامي بوشنيبة والانذار لمالك بعايو. إشارة الحكم واضحة الحكم نعيم حسني خذا وقته وبعد خرج الانذارات اللازمة وترجع الكرة من جديد بتماس للشبيبة القيروانية طويلة يمشي حمزة المسعدي ما يخوش كرة بالراس ترجع لياسين الصالحي يحاول يتعدى ياسين الصالحي يتيح يربح المخالفة يربح ضربة مخالفة ياسين الصالحي يربح المخالفة ياسين الصالحي يستنى يستنى الصالحي ويخلي الكرة لمصعب ساسي يقدمهم لاعبية الشبيبة وتغيير ثالث منتظر بعد قليل حمزة الربعي هذه كرة والتوزيعة وترجع للنجم الرياضي الساحلي في هجمة معاكسة من مالك بعايو. مالك بعايو يعطي الكرة في الرواق الأيمن إلى وجدي كشريدة. كشريدة خرج الكرة لمحمد أمين بن عمر يتعدى بن عمر بيتعدى بن عمر ولكن العودة العودة في الوقت المناسب من محمد المطيري. بن عمر يمر بالكرة الأخيرة يخرج الحارس علي الفريوي يتجاوز الفريوي بلقطة فنية ولكن كورته يخلط عليها اللاعب محمد المطيري يحطها في التماس قبل ما تمشي للشباك. 2-0 إلى حد الآن. شبيبة تحاول النجم يلعب الهجومات المرتدة خطير جدا في كل الكرات تقريبا النجم الرياضي الساحلي. تمشي الكرة بتماس عمار الجمل في التنفيذ. عمار الجمل باش يلعب كرة التماس. يلعب كرة مع كريم العريبي ترجع من دفاع الشبيبة القيروانية في اتجاه حمزة المسعدي ولكن كرة مقطوعة ترجع مرة أخرى ماهر الحناشي. حناشي خرج عمر الجمل في الرواق الأيسر. عمر الجمل مازال محافظ على الكرة إلى إيهاب المساكني يوزع كرة في منطقة الجزاء لماهر الحناشي يتيح الحناشي وترجع الكرة بهجمة معاكسة للشبيبة القيروانية طويلة إما لحمزة المسعدي أو ياسين الصالحي. يمشي الصالحي مع مالك بعايو يمشي مالك بعايو يا أخوها الصالحي يا أخوها الصالحي ممتاز في الكرة الأخيرة يراوغ بمالك بعايو غير موجودة ممكن المساعدة من واحد من لاعبية الشبيبة. حاول أخذ الكرة ياسين الصالحي عمل المراوغة ولكن بيزوز ملاعبية ما ينجمش يتعدى وترجع الكرة ماهر الحناشي في اتجاه وجدي كشريدة 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 يدخل منطقة الجزاء كشريدة والركنية الركنية بعد تدخل من جينيور توماس. هجمة معاكسة كانت خطيرة للنجم الرياضي الساحلي وجدي كشريدة شوف الكرة انطلقت من وسط الميدان خذ الكرة وجدي كشريدة وزع ولكن الكامروني في الوقت المناسب والمكان المناسب يحط الكرة في الركنية قبل ما توصل لكريم العريبي. يمشي حناشي للعب كرة الركنية ماهر الحناشي في 78 دقيقة لاعب يرفع الكرة والتدخل من الدفاع مرة أخرى تدخل من دفاع الشبيبة يرجع الامتلاك لمحمد أمين بن عمر. محمد أمين بن عمر يحاول يخرج الكرة لإيهاب المساكني 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 قدامه ثلاثة ملاعبية من الشبيبة رامي بوشنيبة يضغط على المساكني يمشي معاه المطيري المطيري والركنية ولا ما تخرجش الكرة كيما باشا يرجع كرة طويلة لحمزة المسعدي المسعدي مع صدام بن عزيزة والكرة أخف الأضرار من صدام بن عزيزة في التماس تعود الكرة ياسين الصالحي صالحي بسرعة يوزع كرة في منطقة الجزاء يخرج يخرج مكرم البديري التصويبة التصويبة من مصعب ساسي التصويبة فوق المرمى خطأ في إرجاع الكرة من مكرم البديري
ما يستغلوش كما يجب. مصعب ساسي امامكم على الصوره، وهذه الاعاده خروج من مكرم البديري، رجع الكره بطريقه غريبه، يضيع مصعب ساسي الكره، ما كانتش صعبه على مصعب، ولكن الكره تمشي خارج الميدان. والتغيير في تشكيله الشبيبه القيروانيه، تغيير ثالث واخير، يدخل الربعي ويخرج رامي بوشنيبه، يخرج رامي بوشنيبه، والتغيير كيف ما قلنا تغيير ثالث في تشكيله الشبيبه القيروانيه. دارجين لعب على نهايه المباراه، باش يغير دخول حمزه الربعي في 10 دقائق في المقابل. روجير مير بتغيير وحيد بعد خروج فراس بالعربي ودخول مالك بعيو، الى حد الان مسيطر على الوضع مدرب النجم الرياضي الساحلي روجير مير. تعود الكره من مكرم البديري، مقطوعه في وسط الميدان من محمد المطيري الى كريم العواضي، الى كريم العريبي، ترجع كره للعواضي، عمار الجمل يخلط على الكره قبل التماس. عمار الجمل يبحث عن كريم العريبي، العريبي شو يعمل بالكره، العوده للخلف مره اخرى، ارجع كره للعريبي، يخرج له المساكني في الرواق الايسر، يلعب الكره للمساكني، المساكني المساكني، يخرج الكره كريم العريبي، العريبي العريبي يحاول يتعدى العريبي، ما ينجحش في المراوغه، وترجع الكره للتماس. كره للتماس للنجم الرياضي الساحلي. يمشي عمار الجمل لتنفيذ التماس. 80 دقيقة لعب في المباراة، دائما 2-0 للنجم الرياضي الساحلي على حساب الشبيبة القيروانية في آخر مباريات الجولة 14 لبطولة رابطة المحترف الأولى. يمشي مالك بعيو يا خو حمزة المسعدي، المسعدي يوزع الكرة طويلة، يمشي للشبيبة القيروانية دائما يا خوها سيلا، سيلا كرة دائما للشبيبة القيروانية. يمشي يتواغل حمزه المسعد يتيح، ما ثماش الا مخالفه، وحتى التماس يعود للنجم الرياضي الساحلي. التماس للاتوال بعد كره اخيره كان حاول من خلالها حمزه المسعدي، هذه الاعاده مره اخرى، والتدخل في الوقت المناسب، تدخل من صدام بن عزيزه اللي قدم مباراه ممتازه، واللي قدم في الحقيقه منذ عودته للنجم الرياضي الساحلي في مردود ممتاز. ارجع للكره للنجم الرياضي الساحلي من عمارة الجمل، عمارة الجمل كرة في مناطق الإطوال إلى وجدي كشريدة، يخرج له الحناشي، يلعب الكرة مع الحناشي، حناشي حناشي مسكر المنافذ، يرجع يرجع للخلف إلى وجدي كشريدة، زياد بوغطاس، بوغطاس عنده الكرة، وجدي كشريدة، كشريدة للحناشي إلى كريم العواضي من جديد، مقطوعة الكرة من حمزة المسعدي، يتيح المسعدي ويربح ضربة المخالفة، يربح المخالفة مهاجم الشبيبة القيروانية، لعب في أكثر من نادي حمزة المسعدي، ويحط الرحال في الشبيبة القيروانية، ولكن إلى حد الآن المردود الهجومي للشبيبة مردود محير ممكن مع تواجد مثل هذه الأسماء. في المقابل النجم الرياضي الساحلي بواقعية كبيرة، لطوال بخبرة ملاعبيته وبالجهد الممكن اللي قاعد يربح به في المباريات الأخيرة، وهذه التوزيعة لطوال اللي قاعد في البطولة مع روجيل مير قاعد يربح في مبارياته، ماهوش قاعد يضيع في النقاط. روجيل مير ربحها معاه في ملعب سوسة، الملعب التونسي 4-1، ثم في ملعب المنزه الإفريقي 1-0، واليوم متقدم 2-0. ممكن عكس الامور القاريه والعربيه، تصيح الاطوال تاهل للبطوله العربيه للدوره النصف النهائي، ولكن اخر مباراه كان خسر فيها ضد الرجاء في ملعب سوسه 1-0، خسر ايضا امام النادي الرياضي الصفاقسي في المسابقه القاريه في كاس الكاف في ملعب سوسه، واليوم متقدم هنا في ملعب حمد العواني بالقيروان. وننتظر كيف ما قلنا جوله قادمه للاطوال امام الفريق النيجيري الرانجرز، بانتظار انه يحقق 3 نقاط مهمة جدا ستكون بطبيعة للنجم الرياضي الساحلي. وترجع الكرة حاليا بتماس، التماس للشبيبة القيروانية، يمشي حمزة للربعي، يلعب كرة طويلة لياسين الصالحي، ياسين الصالحي، الصالحي قدامه صدام بن عزيزة، يوزع الكرة يتيح
يتيح لامين سلا وترجع الكره للنجم الرياضي الساحلي. يمشي الحناشي ممتاز يتعدى بكره اخيره للنجم الرياضي الساحلي، يخلط على الكره يهب بالمساكني، يهب لمساكني، يهب قدامه الكالي تراوري، يهب لمساكني، ينتظر، يرجع الكره الى وجدي كشريده، يصوب الكره وجدي كشريده فوق المرمى، بعيده كره وجدي كشريده، بعيده وتبعد معها الكره الاخيره، والتقدم دائما للاتوال 2-0. كره طويله حمزه المسعدي بالراس، يرجع الكره زياد بوغتاس، بوغتاس الى حارس مرماه مكرم البديري، يرجع البديري بدوره كره لبوغتاس، على الطاير بوغتاس يبدل كلية من اليسار من اليمين لليسار، هو الموجود عمار الجمل، يمشي عمار الجمل بالكرة، العودة إلى مالك باعيو، مالك باعيو مرة أخرى يهب المساكني، يهب المساكني، المساكني كرة للحناشي، المساكني مرة أخرى إلى محمد أمين بن عمر، يتيح يهب المساكني بعد التدخل الأخير، والكرة لمالك باعيو، صدام بن عزيزة، محمد أمين بن عمر يخرج الكرة في التماس للاطمئنان على إيهاب المساكني بعد التدخل الأخير. سلامات إن شاء الله لإيهاب المساكني. هذه الإعادة، تدخل كان من الكالي تراوري لاعب الغيني في تشكيلة الشبيبة القيروانية، يتدخل مع إيهاب المساكني والنجم دائما متقدم. أمامكم خالد المولهي اللي يفكر يخمم، والظروف ممكن ما ساعدتوش خالد المولهي باعتبار انه الى حد الان قابل ممكن فرق اللي تلعب على الالقاب واللي تلعب على اللقب في بطوله هذا الموسم. خالد المولهي جوله 12 وجوله 13 كانت الهزيمه امام الافريقي، وايضا كان الفوز على المستقبل الرياضي بجابس. زالت الكوره، مازال تغيير قادم في تشكيلة النجم الرياضي الساحلي. شوف علي البريقي يقرب من المدرب أو من مقعد البدلاء، يكون هو الورقة البديلة القادمة. علي البريقي في تشكيلة روجي لومير، ذكر الإتوال دائما متقدم في النتيجة 2-0، أقل من 4 دقائق على نهاية المباراة. يمشي رويدا رويدا نحو الانتصار في بطولة هذا الموسم. النجم الرياضي الساحلي لحد الان في البطوله مرتبه رابعه ب 24 نقطه، 6 انتصارات، 6 تعادلات، وهزيمه واحده كانت خارج القواعد. يسير كيف ما قلنا رويدا رويدا نحو الانتصار السابع اللي يقرب به من كوكبه الطليعه او من النادي الرياضي البنزرتي، باعتبار انه بعد مباراه اليوم اذا انتصر يكون في رصيده 27 نقطه على بعد نقطه من السي بي مع تواجد السي اس اس والترجي. يعني هذا واضح انه عوده النجم الرياضي الساحلي في سباق البطوله مش يخلي اكثر تشويق بين الرباعي الموجود في اعلى الترتيب. تعود الكره حاليا الى كريم العواذي، عواذي يلعب الكره مع وجدي كشريده، اليه هب المساكني، يمشي يهب المساكني، كره للعريبي، المساكني للعريبي مره اخرى، ارجع من الدفاع، ارجع الى مالك بعيو او لا محمد امين بن عمر، بن عمر بن عمر مازال مسيطر النجم على الكوره، عمار جمل يوزع الكوره والتدخل من جينيور توماس، يعود الامتلاك احمر وابيض للنجم الرياضي الساحلي. يهاب المساكني، محمد امين بن عمر بلقطه فنيه يرجع الكوره، محمد امين بن عمر الى عمار الجمل، جمل قبل التماس ولكن كره تعود للشبيبه القيروانيه من حمزه للربعي، يربح من خلالها التماس، يربح على التماس حمزه للربعي، يلعب على تماس بسرعة قبل 3 دقائق من نهاية المباراة. كرة يهاب المساكني، يهاب المساكني مازال محافظ على الكرة، يصوب كرة فوق المرمى، فوق المرمى التصويبة الأخيرة من إيهاب المساكني، وتعود الكرة، الضغط على أسامة الرمضاني من ماهر الحناشي، ولكن كرة تعود دائما للشبيبة القيروانية، لا يرجع على التماس المرة هذه للنجم الرياضي الساحلي. وعلي البريقي الورقة البديلة القادمة، علي البريقي يقحم المدرب روجي لومير مكان ماهر الحناشي، يخرج ماهر الحناشي سحب الهدف الثاني في 43 دقيقة لعب، ويدخل علي البريقي.
أمامكم على الصورة ماهر الحناشي سهل برشا المباراة بالهدف الثاني اللي سجله في 43 دقيقة لعب. وترجع الكرة حاليا من كريم العواضي ثم قبلها ضربة المخالفة للشبيبة القيروانية. المخالفة للشبيبة والكرة من أقدام الكامروني جونيور توماس إلى سليم باشا. سليم باشا أرجع الكرة لمحمد أمين بن عمر. بن عمر البحث عن المساندة. القاب عمالك بعيو أرجع من جديد بين بن عمر وبعيو. العودة لعمار الجمل. عمار الجمل محمد أمين بن عمر يستهلك الوقت النجم الرياضي الساحلي. تمريرات القصيرة بين ملاعبيته. خلي الامتلاك أكثر للإتوال. خليه مستحفظ على الكرة ومتحكم في الأداء. أرجع كرة لعمار الجمل إلى محمد أمين بن عمر. مالك بعيو بن عمر مرة أخرى إلى كريم العواضي. يتيح العواضي يربح المخالفة. يربح المخالفة كريم العواضي. ونحن ننتظر لوحة الحكم الرابع بعد نهاية التسعين دقيقة. الدقيقة الأخيرة نزال فيها ثواني في ملعب العوالي بالقيروان. ودائما التقدم للضيوف للنجم الرياضي الساحلي 2-0 على أصحاب الأرض الشبيبة القيروانية. كرة المخالفة من عمار الجمل. عمار الجمل يرجع بالكرة إلى مكرم البديري. مكرم البديري طويلة كرة مكرم البديري. يمشي في الالتقاط الكامروني جونيور توماس. يرجع كرة بالراس يا أخوها مالك بعيو. مالك بعيو عمار الجمل. أرجع الكرة لبعيو مرة أخرى. يمشي مالك بعيو يقدم يربح الأمتار. يدخل في مناطق الشبيبة القيروانية. يوزع التدخل من جونيور. التدخل من جونيور توماس. يرجع الكرة للتماس بالراس من منطقة الجزاء. كرة للتماس تقرب لدائرة وسط الميدان. وفي التسعين دقيقة في ملعب العواني. ننتظر كيف ما قلنا لوحة الحكم الرابع للإعلان على الوقت البديل. المباراة في دقائقها الأخيرة. زوز دقائق كوقت بديل أو ثلاثة دقائق كوقت بديل. بإشارة من زميلنا عاطف الأجبالي اللي قريب من حكم رابع. ثلاثة دقائق ننتظر الثلاثة دقائق كيفاش باش يكونوا من الشبيبة والنجم الرياضي الساحلي. شبيبة متأخرة في النتيجة. صعبت عليها المباراة خاصة بعد قبول الهدف الثاني وبعد خطأ أول من علي بن دحنوس. أرجع الكرة من علي البريقي إلى كريم العريبي. العريبي العريبي يقطعها الكرة الكامروني جونيور توماس. بين الجزائري والكامروني التقدم والتفوق كان للكامروني. ترجع الكرة طويلة أمام ياسين الصالحي. يمشي بعيو يغطي على الكرة يخليها تخرج للستة أمتار. ستة أمتار الإشارة من المساعد الأول. ستة أمتار لمكرم البديري والنجم متقدم. نذكر كيف ما قلنا بثنائية كرة من مكرم البديري. يلعب الكرة مكرم البديري في التسعين زائد اثنين. دائما التقدم للنجم الرياضي الساحلي. طويلة الكرة مقطوعة من علي البريقي ولكن يا خو أسامة الرمضاني. طويلة كرة الرمضاني. يصعد صدام بن عزيزة ياخذ الكرة محمد أمين بن عمر. يمشي بن عمر مازال محافظ عليها إلى عمار الجمل. عمار الجمل كريم العواضي. عواضي يدور بالكرة لمحمد أمين بن عمر. ممتازة الكرة واللقطة الأخيرة لعمار الجمل. عمار الجمل يدخل. عمار الجمل البحث عن رأسية كريم العريبي ويخرج الحارس علي الفريوي. يخرج علي الفريوي يرفع كرة عالية. حمزة المسعدي ما ياخوهاش قبله صدام بن عزيزة إلى محمد أمين بن عمر. بن عمر كرة للعواضي بن عمر مرة أخرى. ثنائي وسط الميدان خبرة كبيرة بين كريم العواضي ومحمد أمين بن عمر. معهم الشاب مالك بعيو وأيضا ما ننساوش شهاب المساكني. وتقريبا وسط الميدان خدم خدمة كبيرة اليوم للنجم الرياضي الساحلي. كل الكرات كانت لوسط ميدان النجم الرياضي الساحلي. تفوق في الكرات الهوائية وفي الكرات الثانية الراجعة من دفاع الشبيبة وكرة بمخالفة في انتظار صافرة النهاية. ثواني على نهاية المباراة. ودائما التقدم الآن في انتظار أنه يصبح رسمي بعد صافرة الحكم نعيم حسني بثنائية فراس بالعربي وماهر الحناشي. كرة في محور الدفاع الشبيبة القيروانية. يمشي هب المساكني وفي اللحظة هذه بالذات ينهي الحكم نعيم حسني المواجهة عدد 72 بين الشبيبة القيروانية والنجم الساحلي.
من الانتصار 45 للنجم الرياضي الساحلي على حساب الشبيبه 2-0 في ملعب العوالي القيروان في راس بالعربي. ومير الحناشي عندك الكلمه.